أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سؤال: هل لابد أن تقدم مصالحك على مصالح الناس، أم تقدم مصالح الناس على مصالحك؟ قبل كل شيء، لابد أن نعرف أنه كما في مباريات كرة القدم لا تستطيع أن تطلب نجاحك إلا على حساب الفريق الذي تلعب ضده. ما يمكن في مباريات كرة القدم الفريقين اللي يلعبون ينجحون، اللي ينجح على حساب الثاني ينجح، واللي يفشل لحساب الفريق الآخر يفشل. كذلك أحيانا وليس دائما لا تستطيع أن تهتم بمصالحك الخاصة دائما وأبدا إلا على حساب مصالح الآخر، لأنك لا تملك قلبين في جوفك بحيث تفرغ قلب لنفسك وقلب للناس. لازم تكون أنت من الناس الذين تهتم بهم، ولأن الحياة ليست دائما مسابقات كرة قدم بحيث لا يمكن لفريق أن ينجح إلا على حساب الفريق الآخر. يمكن يكون نون نون، أي نجاحك ونجاح الآخرين. أي صفقة من الصفقات في هذه الحياة يمكن أن تدخل فيها مع الآخرين وأنت تنجح معهم. مو دائما عندنا مباريات كرة قدم في الحياة، فإذا يمكنك أن تنجح مع الآخرين بشرط واحد: أن تهتم بهم وتطلب الخير لهم وتتعاون معهم. تهتم بهم، تطلب الخير لهم، تتعاون معهم. بهذا أوصى الإمام علي ابنه الإمام الحسن، حيث قال له: يا بني، اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له، يعني لغيرك، ما تكره لها، أي لنفسك، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك. إن عاشق نفسه لا يستطيع إلا أن يكره غيره. اللي فقط يريد يعرف نفسه ويشوف نفسه ويحب نفسه ويعشق نفسه، معناه ما يحب الآخرين ويكره الآخرين. وإن من يفكر في مصالحه لا يستطيع إلا أن يلغي مصالح غيره. وهذا ما قاله أحد رجال الدين لشاب ثري. أحد رجال الدين، فشاب ثري طلب من عنده النصيحة. رجل الدين أخذ بيد الشاب إلى الشباك، قال له: انظر إلى الشارع وأخبرني ما الذي تراه. الشاب طالع الشارع، قال: أرى الناس في حالة ذهاب إلى أعمالهم، وأرى فقيرا أعمى يستعطي المار. إذن شاف الناس وشاف الفقير. ثم أخذ الرجل بيد الشاب مجددا وجاب قدام مراية، أوقفه أمام مرآة كبيرة، قال له: الآن ما الذي ترى؟ دقق الشاب، قال: لا أرى إلا صورتي. فقال رجل الدين: وبالطبع لا أثر في المرآة للناس، ولا ترى ذلك الفقير، أليس كذلك؟ قال: نعم. قال الرجل: أنت تعرف أن الزجاج والمرآة مصنوعتان من مادة واحد، زجاج الشباك وهي المراية مصنوعة من مادة واحد، ولكن لأن المرآة قد غطيت بطبقة ناعمة من مادة الفضة فإنك لن ترى فيها إلا صورة نفسك، بينما زجاج الشباك شفاف
وليس فيه شيء من الفضة. ولذلك رأيت من الذين يذهبون إلى أعمالهم، ورأيت الفقير الذي يستعطي المار. وهكذا في الحياة، فإذا كنت تنظر إلى الأشياء من خلال الذهب والفضة والمصالح ما تشوف إلا نفسك. أما إذا أزحت عن عينيك تلك الأمور فباستطاعتك أن ترى الناس وأن تحبهم وأن تتألم بآلامهم وأن تساعد فقيرهم وأن تتعاون معهم. لا تخلي تناقض بين مصالحك ومصالح الآخرين. لا تنظر إلى الحياة كمباريات كرة قدم دائما. نعم تنافس معهم، بس التنافس مو على حسابهم، معهم. واحد صاير تاجر أنت مصير تاجر، موظف كبير أنت محاول تصير موظف كبير، عالم كبير حاول أن تكون عالم كبير. الحياة تتحمل أكثر من تاجر وأكثر من موظف كبير وأكثر من عالم. لا تحاول تنسي العالم علمه حتى أنت تبقى العالم الوحيد، ولا أن تخسر التاجر حتى تبقى أنت التاجر الوحيد. فكر في نفسك وفي الناس معا وتعاون معهم، ولا تنظر دائما إلى مصالحك من خلال مصالحك إلى كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.